جت علينا اليوم من تدعي بأنها يعني صحفية كاتبة مثقفة تنويرية، تخرج علينا كل الفترة لإثارة المجتمع وإزعاج آذاننا وأعيننا بقراءة والاستماع لكتاباتها وتصريحاتها المستفزة دوما. أتحدث عنها بالاسم، اسمها زليخة، و آداؤها وكتاباتها دائما ما تكون مستفزة ودائما ما تكون تحت إطار محاربة الإسلام. هذه المدعوة بزليخة واللي بتدلع نفسها بزولا، هذه زولا ما يعني ما بعرف القصة التي جعلتها لهذه الدرجة لديها الحقد على الدين وعلى الشريعة وعلى العقيدة الإسلامية، لا أدري، ولكن هي دائما ما تطل علينا بمطالبات، مرة بإغلاق جمعيات المحافظة على القرآن الكريم، ومرة هجوم على الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين، كذا. كل هذا الهجوم هي لأنها لا تستطيع أن تواجه الإسلام بشكل مباشر، يعني حتى يعني لديها أسلوب أنه موارب، لا تهاجم الإسلام حرفية، ولكن تهاجم ما يمثل الإسلام، عندما تهاجم القرآن الكريم وحفظة كتاب الله، وعندما تهاجم المتدينين، وعندما تهاجم أصحاب المنهج والمرجعية الإسلامية. اليوم كان الهجوم على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمنشور لها. طبعا هذا هي المنشور أمامكم، رح أقرأه عليكم، في إطار البحث عن حلول لأزمة المعلمين. المنشور أمامكم وهي تبدأ به بمعلومة على أساس تحكي أنا لدي الحل، إذا ألغينا وزارة الأوقاف وكل تلك المراكز والجمعيات التابعة سيوفر البلد أكثر من 5 مليار، ولا أمزح، مش رح أعلق الآن، رح أكمل. يدفع منها 120 مليون للمعلمين، تطوير التعليم والنهوض به 200 مليون، وزارة الثقافة 100 مليون، وللبحث العلمي في الجامعات 200 مليون، وللسياحة 100 مليون، ومليار لإنشاء مصانع، وشوية ملايين لتسديد بعض الثقوب في الجهاز الحكومي، وسيفيض 3 مليارات لتسديد بعض الديون. صدقا هناك أجهزة وبال على نفسها وعلى البلد، بنشوف الآن مين الوبال، مين الوبال الحقيقي على نفسه وعلى البلد من خلال هذا التصريح. أولا بدي أفند الآن تصريحات هذه الزليخة، وأنا تعمدت أن أذكرها بالاسم لأنه هي تذكر نفسها بالاسم ولا حرج في ذلك. أيضا يعني البعض قد يقول بأنه ما في داعي أنه نذكرها وما في داعي أنه يعني نهتم فيها، لا، مدام هي تطرقت لموضوع ورأي عام خلينا نعرضه، وخاصة واحد من إيش ما بتجنب نشره إذا شيء مؤذي، إذا شيء رح يعمل شرخ في المجتمع أو رح يقسم الرأي العام. لا بالعكس، هذه لما كخصم، أنا أعتبرها خصم للإسلام بمثل هذه التصريحات وهذه التعليقات وهذه المنشورات، بالعكس تخدم القضية وتخدم الدين وتخدم الإسلام وتخدم أنصاره. الإسلام هو بعيد ولا أحد يستطيع أن يقترب منه أو أن يعني يمسه، ولكن نحن نتحدث عن المسلمين ومن يهمهم الدين. بالعكس مثل هذه التصريحات تعطينا حافزا أنه هؤلاء هم أعداء الدين، هذه العينات التي لا تؤثر على أحد ولا تستطيع أن تقنع أحد، لأنه خطابها ضعيف وخطابها مكشوف بأنه لديه أحقاد حقيقية على الدين، وبالتالي لا بأس من التطرق لها ومن الإشارة إلى ما يتم نشره، لأنه مش خايفين لا على أنفسنا ولا على النشء ولا على الجيل ولا على أي شيء إذا ذكرناها أنه يتأثر. بالعكس احنا بنبين مين هم أعداء الدين بهذه الطريقة وبهذه العقلية. أولا بالنسبة للأرقام اللي ذكرتها، هي تدعي أنها تنويرية، هي محسوبة على، بتسموا حالهم التنويريين. طب التنويريين على الأقل يكون عندهم علم ويكون عندهم دقة ويكون عندهم أرقام حقيقية وصحيحة. هي تقول بأن بإلغاء وزارة الأوقاف رح نوفر 5 مليار، بلغة الأرقام أتحدث، ميزانية الدولة 8 مليار و600 مليون، معقول وزارة الأوقاف لحالها 5 مليار؟ وزارة الأوقاف في موازنة عام 2019 موازنة الوزارة هي 77 مليون فقط لغير، يعني ما وصلت 100 مليون حتى توصل 1000 مليون وبعدين توصل 5000 مليون، هي 77 مليون.
وإذا بدها تحكي عن شيء خارج الموازنة ما أعتقد أنها بحق لها تشير، لأنه هي بتحكي بدنا نوفر. إذا أنا بدي أوفر من ميزانية الدولة، مش معقول أوفر إذا في نفقات لوزارة الأوقاف من خلال تبرعات ومن خلال أموال الأفراد والمواطنين. إذا هيك إحنا ما بنوفر، لأنه هذا أموال خاصة. إذا هي لما تقصد التوفير تقصد توفير على مال الدولة، وبالتالي ميزانية الأوقاف 77 مليون. من وين جبت الموضوع أنه 5 مليار؟ هذا وما في فرق بسيط، يعني فرق هائل، كدليل أنه أنت أبعد ما تكون عن التنوير وعن العلم وعن الدقة. ثانيا، ليش إلغاء وزارة الأوقاف بالتحديد؟ ليش ما تحكي إلغاء إذا بتحكي عن مؤسسات وبال على الدولة؟ ليش ما نلغي هيئة الأفلام؟ هيئة الأفلام اللي صرحت لجنب التصوير واللي مست منظومة القيم وعملت شرخ وعملت منتج مسمى أنه فني ولكنه بعيد كل البعد عن الفن وعن العادات وعن التقاليد، واللي بده يقول هذه حرية واللي بده يقول غيره بالموضوع إياه. خلينا نشوف عمل فني ببوليوود، بوليوود الهند، الأفلام الهندية، يتعرض للديانة الهندوسية أو يتعرض لمبادئ لدى الهندوس. يعني مثلا فيلم هندي وكله مفهوم معروف في الأفلام الهندية خيالية وكذا، يمس بالبقرة التي يقدسها الهندوس. منشوف فيلم هندي يمس بالبقرة ويسيء للبقرة التي هم يعتبروها إله، هم يعتبروها جزء من معتقداتهم البقرة. أما إحنا كدولة إسلامية نمس العادات والتقاليد والقيم وما هو ثابت بالدين بأنه شرخ للأخلاق وللقيم وللشريعة وبعد عن كل التعليم، هذا عادي نعمل عمل فني. أما ببوليوود يمسوا بالبقرة أو بهوليوود يمسوا الديانة المسيحية على سبيل المثال، أو بأي فيلم عالمي يمسوا اليهودية وعادات وتقاليد اليهودية لاتهموا بمعادات السامية وغيره. نحن لا نشجع على ذلك، ولكن أنا أقارن وأقول إذا لماذا إلغاء الأوقاف؟ لماذا لا تلغى مثل هذه الهيئات؟ لماذا لا تلغى الهيئات المستقلة؟ إذا بدنا نحمل طرح حتى سياسي منطقي، احنا عندنا وزارة الصلاة وهي تنظيم قطاع الصلاة، وزارة الطاقة وهي تنظيم شؤون الطاقة، كذا 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 كذا. ليش من طالب بإلغاء هذه المؤسسات التي تثقل كاهل الموازنة وننفق عليها مئات الملايين ولحقين بتلحق وزارة الأوقاف؟ ثالثا، إذا احنا ألغينا وزارة الأوقاف، مين اللي بدها إياه يعني يعتلي المنابر مثلا وأئمة المساجد إذا بدهمش يتبعوا الأوقاف؟ يعني إحنا لو تركناها بمسألة ديمقراطية، هل يعني العلمانيين مثلا جماعتها التنويريين اللي بدهم يعتلوا، ولا اليساريين ولا الشيوعيين ولا الاشتراكيين؟ ما هو أصلا إذا تركناها وما كان في تنظيم من وزارة الأوقاف سيعتلي المنابر، أول من سيعتليها المحرومين الآن من وزارة الأوقاف، اللي محرومين من الخطابة، من أصحاب خطاب ليس بالضرورة أن يكون متشدد. في بعض المتشددين محرومين، ماشي إحنا معها ذلك، ولكن الخطاب العقلاني، الخطاب الدين، فهم الدين الحقيقي، العديد من علماء والعديد من أئمة وخطباء محرومين من الخطاب. هذول أول ناس راح يرجعوا إذا الناس إذا بدوش يكون في مرجعية زي وزارة الأوقاف. وطبعا هذا سيكون وبال على أمثالها وعلى أمثال من يعتنق مثل هذه الأفكار. رابعا، أعمال وزارة الأوقاف المتعددة بتنظيم الحج والعمرة، الوعظ، الإرشاد، طباعة المصاحف، الكتب، الأعمال اللي فيها خيرية، صندوق الزكاة، صندوق الحج، الأعمال اللي فيه يعني تنظيم للعمل الوقف الإسلامي في الأردن، هي مرجعيته وزارة الأوقاف، وغيرها من هذه الأعمال بدي أنساها أنا، ممكن تؤدى عن طريق قطاع خاص، قطاع أفراد، مش موضوعنا يعني إذا لغيناها من 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 البلد. ولكن أنت فكرتك الرئيسية أنه أنت بدك تلغي المسجد، بدك تلغي بيت الله. هذا لما أنا طالب إلغاء وزارة الأوقاف، إذن بدنا نلغي المساجد، بنسكرها ونوفر كهربة المساجد عشان ندعم المعلمين ولا ندعم الثقافة ولا ندعم السياحة. هذه هو حقيقة الفكر، هذا ما يغيظها أنه في بالأردن ما بعرف كم، تقريبا 5,000-6,000 مسجد في الأردن، يعني هذا ما يغيظها، بيوت الله المنتشرة في كل مكان، والتي يعني بالنهاية تمثل لنا هوية البلد، تتمثل بمآذنها كما هي اسطنبول وكما هي في أوروبا أجراس الكنائس، ثقافة مجتمعات. نحن ثقافتنا ثقافة إسلامية بما فيها المكون المسيحي في الأردن الذي يحترم ويقدر ذلك، وبيننا تعايش من أروع ما يكون، لولا تنغيص البعض من أمثال هذه المدعوة. ثم جزء رئيسي من أعمال وزارة الأوقاف
هي الإشراف على المسجد الأقصى بناء على الوصاية الهاشمية عن المقدسات. يعني إلغاء الوزارة، إذا أنت تريدي بشكل أو بآخر إلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات، ولا كيف نفسر ذلك؟ لم تضعي استثناء لأعمال وزارة الأوقاف المسؤولة عن المسجد الأقصى. هل تستطيع أن تجاهري بأنك تريدي إلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات وعلى المسجد الأقصى بالتحديد في إطار هذه الوصاية التي تمثل شرعية للنظام؟ يعني شوفوا هي وين بتصرح، ونتنياهو بيقول لك انا بدي اضم غور الاردن شمال البحر الميت للضفه كخطوه للتوسع بعد ذلك على غور الاردن في الحدود الاردنيه زي ما ضموا الجولان. يعني في خطر وجودي احنا نتعرض له، خطر وجودي نتعرض له في الدوله الاردنيه، ونسمع من ادعياء الثقافه والتنوير مثل هذه التصريحات. انتوا وين والبلد وين؟ ببساطه يعني هذا 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 الخطاب، يعني وين بده يودي البلد؟ وهذه الحرية في التعبير لمثل هؤلاء، ويترك لهم المجال للكتابة في أعمدة بصحف معروفة وكله تمام، وما في حدا يعترضهم ولا حدا يعني يضع العراقيل. ولما شخص يعني يفكر بالتعبير بحرية وبدون لا شتائم ولا غيره يتم اعتقاله وتهم عديدة وكثيرة ويحول إلى محكمة أمن الدولة. أما التي تمس الأمن والسلم المجتمعي وتمس دين الدولة وتمس ثقافة المجتمع وتمس القيم الأردنيين، لا أحد يعني يطرق لها باب، ما حدا سائلها وين رايحة وتعبر عن هذه الأراء. الحقيقة بأن القصة مش خفة دم أنه هي بتحكي أنا ما بمزح، ولا أنها طرحة يعني حل غير تقليدي من خارج الصندوق. القصة أبدا هي مش رمانة، القصة هي قلوب مليانة، قلوب مليانة على هذا الدين بالحقد، حقد شيطاني من أولياء الشيطان للمس بالمقدس بالنسبة للأردنيين، وهو دين الدولة. ظنين هم ومن يمولهم ومن يدعمهم سواء في الداخل أو في الخارج بأن الشعب الأردني سيتقبل مثل هذه الطروحات، وهم واهمون لأن الشعب الأردني عصي عن التدجين، عصي عن أن ينزع ارتباطه بدينه وبشريعته، حتى ولو كان منا من أصحاب المعاصي، لأنه عشان هسه بروح بقول لك يعني حسسنا أن الشعب الأردني كله تقي ومؤمن. حتى ولو أصحاب المعاصي بيعصوا الله سبحانه وتعالى، ولكن هم يعترفوا بمعصيتهم ويسألوا الله الهداية في يوم من الأيام، لا ينكروا وجود الله ولا ينكروا أنهم على معصية، حتى اللي بيسكروا واللي بيعملوا الكبائر. ولكن هؤلاء من ما يعرف بلقب زعران دواوين غيره، هذولا واللي بيحششوا واللي بياخذوا مخدرات، هذولا أنا بعتبرهم بالنسبة إلي أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه، لأنه هذه تعارض فكرة الدين، فكرة الشريعة. هؤلاء الآن في باطل، والآن هؤلاء في معصية، ولكن أنا يعني نعرف هذه الفئات الموجودة في المجتمع، ونعرف أنهم لا ينكروا أنهم على معصية، ما بيبرروا بيقول أنا صح، أما هي تبرر وتحكي هي صح وهي التنوير وهي المثقفة وغيرها باطل. ولذلك إحنا نحكي هذا المجتمع المحافظ بما فيه من أخطاء، بما فيه من خلل، ولا يوجد مجتمع مثالي أفلاطوني عصي عن أن يتقبل مثل هذه الأفكار. فرق كبير بين العاصي لله والمتكبر على الله، وهذه وأمثالها وأمثال هذا الفكر يريدوا أن يتكبروا على الله وأن يتألهوا على الله، ويريدوا أن يؤسسوا دين جديد فيما يعرف بتطوير وتجديد الخطاب الديني وغيره. ولكن هؤلاء هم يعني يخلفون أبا لهب وأم لهب الذي وصفت في القرآن بامرأته، يعني ولكن هذه أم لهب وغيرها من أصحاب هذا النهج الذي يريد أن يستفز مشاعر الأردنيين والمس بالمقدس لتغيير الانطباع، ولكن بالعكس الاستفزاز يكون حاقد عليهم وليس على الدين، ومستهزئ بطروحاتهم ومستهزئ بأهدافهم التي يسعوا للوصول إليها. وأنا أتحدى من هي أو من يدافع عنها بأي مناظرة وبأي كلام وبأي حديث وبأي نقاش علمي في أي موضوع من هذه المواضيع المطروحة، ولكن هم كالخفافيش فقط يطرحوا وجهات نظرهم في مناطق مغلقة، ونحن نريد أن نكبرها لكي نهدم هذه الأفكار ولكي نمنع فكرة تطورها ونشوءها. نعم الآن يقول ضد الحرية وضد التعبير عن الرأي، نعم التعبير عن الرأي والحرية لها مقاييس ولها ضوابط، ولا نحن ليس في غابة، هنالك شريعة تضبط وهنالك قوانين تضبط،
ومن يريد أن يخالفها حتى في أوروبا، من يستطيع أن يتحدث عن أن يشكك بالمحرقة وغيرها، يتهم بعز دول الأوروبية التي تحترم الحريات في سويسرا ولا في بلجيكا ولا في بريطانيا، من يستطيع أن يمس بالحديث عن تشكيك في أرقام المحرقة التي يدعيها اليهود، يتهم بمعاداة السامية ويتم إغلاق منبره الإعلامي أو غيره وغيره. ولا هذه الفكرة الأساسية، وهي رسالة للدولة الأردنية وللسلطة وللمؤسسات بأن كفاكم سماحا لمثل هؤلاء بالمس بالمقدس في الأردن. مثل هذا الفكر هو الذي ولد الفكر المضاد بتشدد وبتطرف. نحن نرفض التشدد والتطرف، ولكن نفسر الظاهرة، لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ولكن معاكس له في الاتجاه. كل ما تطرفت في العلمانية سينشأ تطرفات أخرى بأشكال أخرى. ولذلك نحن نبحث عن الفكر الوسطي المعتدل، وهو فكر الإسلام، لأنه أصلا في الإسلام لا يوجد فكر يميني ولا يساري ولا معتدل ولا متشدد، هو أصلا بطبعه معتدل، بطبعه وسطي بكينونته، وهو فكر واحد فقط، وهنالك إسلام واحد. هذه وأمثالها يريد أن يحاربوه، ولكن باتوا هؤلاء بخزي وبعار من كل الأحرار ومن كل أبناء هذا المجتمع المحافظ الطيب.